وبمقر وزارة الصحة تم اليوم إجراء مراسم تسليم واستلام المهام بين عبد الرحمن بن بوزيد الوزير السابق والوزير الجديد للصحة عبد الحق صيحي بحضور إطارات القطاع. أشكر السيد رئيس الجمهورية على هذه الثقة التي وضعها في شخصي. الآن الفرصة أمامنا جميعا أننا نواصل نفس المشوار، نرفع التحدي لبعض من الملفات العالقة، وأنا متيقن أننا لبنة لبنة نصل إلى شيء آخر مثل ما فعله كل الوزراء السابقون.